هاي جايز، كيفكم اليوم؟ رجعت لكم فيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم طبعا بهذا الفيديو رح نلعب لعبة بي كي اكس دي، واليوم طبعا بهذا الفيديو رح افرجيكم شلون بدكم انكم تسوون هيك برايفت سيرفر، يعني شلون بدكم انكم تصيرون بالسيرفر لوحدكم. اوكي، سو يعني رح تسوون سيرفر بتصيروا انتو الوحيدين اللي فيه. سو اوكي، اول شيء يعني قبل لا نبلش هذا الفيديو اشتركوا بالقناة وحطوا لايك كمان، وطبعا اللي ما بيعرف انه رح اسوي سحب على القناة هيك بيكون انه سحب على القناة، يعني ما اقصد اني رح اسحب على القناة، اقصد اني رح اسوي سحب بالقناة على صحن بي كي اكس دي. ولا عندي فكرة كتير 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 نار، اعتقد الفكرة من الاول مرة، بس يعني بس اعتقد لانه ما بعرف. بس المهم رح اسوي يا جماعة حساب جماعي، بيكون حساب جماعي، يعني رح اسوي حساب جديد. انا اوريدي عندي حساب ما استخدمه كتير، فيه كده يعني حذاء اليونيكورن والباك تبع اليونيكورن، كنت شحنته، يعني كنت شحنت بس باقة اليونيكورن، ما شحنت ولا شي تاني. بس اي ثينك يا جماعة انه هذاك الحساب، هذاك اللي ما بستخدمه اسمه اسراء، والهاشتاج 35643 اي ثينك. بهذاك الحساب رح اسوي عليه سحب، يعني رح احط لكم فيديو اذا وصلنا لاكبر عدد من المشتركين، رح احط لكم فيديو، رح احط لكم الاسم والباسورد تبع هذا الحساب اللي رح اسوي عليه سحب، ورح تاخذوه انتم، يعني كلكم بتروحوا تدخلوها على اللعبه وفرجيكم الطريقه شلون، وكلكم يعني مثلا كل شهر مثلا رح تدخلون على اللعبه وتلاقون عندكم كتير مصاري وكتير جواهر، رح يكون الحساب جماعي. اتمنى فهمتوا، اذا ما فهمتوا ولا شيء استشيروا استفسروا استشيروا بالتعليقات، اكتبوا لي تحت التعليقات انه اسراء انا ما فهمت، عشان اني انا اسحب كل هيك اشياء. اوكي يا 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 ايش كان بدي اقول؟ يا جماعة يعني اشتركوا، اوكي اذا بدكم هذا السحب يعني لازم انكم تشتركون. اوكي على فكرة يا جماعة ما بعرف اني اتحرك كتير منيح باللابتوب بالبي كي اكس تي، بس انتوا يا جماعة قيموا اللعب تبعي باللابتوب لانه ما بعرف، بس قاعدة هيك يا جماعة تخيلوا شلون، دقيقة بالباركور، دقيقة بالباركور، دقيقة، وكيف يعني بيرسونال بيست هي دقيقة شلون؟ المهم ما علينا احنا. سو اوكي على فكرة هي انا اول مرة هيك اصور لكم اعتقد باللابتوب، واو كثير حلو. اوكي سو يا 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 اوكي سو بحبكم يا جماعة. هلا طبعا خلينا نبلش بفكرة الفيديو اللي رح اسوي انه برايفت وورد، انه شلون تدخلون برايفت وورد يعني باللعبة، هيك تطبيق باللعبة عشان انكم تدخلون برايفت وورد. اوكي سو اول شي طبعا حابة اقولكم انه هذا التطبيق هو ما عندكم انتو، هلا اذا دخلتوا مثل الناس العادية ما رح تلاقي عندها هذا التطبيق الا الادمنز واليوتيوبرز هن اللي عندهم هذا التطبيق وبس، يعني احنا الوحيدين اللي عندنا هذا التطبيق. ليش؟ لانه احنا يعني رح نجربه عشان نقول للادمن انه اذا عجبنا او لا، مثلا اذا عجبنا بيصير بالتحديث الجاي، يعني بالتحديث الجاي رح يحطوه، واذا ما عجبنا رح نقوله للادمن عشان انه هيك. سو اوكي طبعا يا جماعة عليكم فرجيكم دقيقة تانية بس، سو اوكي دقيقة، سو اوكي يا جماعة طبعا هدول التطبيقات لكم، هذا التطبيق هذا، طبعا هذا التطبيق هو هذا. هلا اذا دخلتوا انتوا على اللعبه ما رح تلاقوه اكيد، ما رح تلاقون هذا التطبيق، بس التحديث الجاي رح يكون عندكم هذا التطبيق. سمعتوا؟ التطبيق اقصد التحديث الجاي رح يكون عندكم هذا التطبيق ان شاء الله. بس انا يا جماعه حبيت اني اخبركم من هلا شلون تستخدمون هذا التطبيق عشان لما ينزل عندكم تعرفون شلون تستخدموه وشلون تدخلون ببرايفت سيرفر وهيك اشياء. سو اش طبعا تضغطون عليه، بعدين لكم هون رح يطلع لكم يعني انفيتين فريندز هون، انه هيك بتقدروا انه تسوون هيك انفيت للاصدقاء تبعكم، اذا كنتوا باي سيرفر بتقدرون انكم تسوون لهم هيك فيزيت. سو هون بتقدروا انكم تبحثون على اشخاص اللي بدكم، يعني هيك تفتشون على الناس عشان انكم تسوي لهم تسولون يعني انفيت للسيرفر تبعكم. اوكي سو هون بتبحثون يا جماعه، بتكتبون هون اليوزر هون الرقم. اوكي سو اذا بدكم انكم تسوون يا جماعه، اذا بدكم انكم تسوون برايفت سيرفر، اول شيء بتروحوا على هون، بتروحوا على برايفت وورد هون بتكون مكتوبه، بعدين بتروحوا على كرييت نيو وورد، كريت وورد، بعدين تضغطوا على كريت، بعدين هيك يعني مباشرة بيوديكم على هذا السيرفر. اوكي سو خلينا ندخل لإله. اوكي هيك يعني دغري هيك بوديكم يا جماعة. سو طيب يا
يلا دخلونا دخلونا. لك بعدين هيك بتطلع لكم هي الشاشة زي هيك انه welcome to this world, وبعدين هون open your application هيك اشياء. اوكي لك بعدين هيك بتدخلوا بتلاقون هون السيرفر كتير فاضي, وهذا السيرفر لما بيكون كتير فاضي بيصير يا جماعة من جد بيصير كتير 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 اللعبة ما بتصير ضعيفة أبدا, والنت ما بيصير ضعيف ما بيصير أبدا, ما بتصير اللعبة بتعلق يعني بتصير أحلى وبتصير better than بتصير better than يعني فهمت شو. So okay يا جماعة لكم معاي زيرو مصاري زيرو مصاري, وهاي لبسة بيتر تويز. أنا already عندي لبسة بيتر تويز وسوبر كوزلك. وين راحت يما؟ وين راح الفيس؟ وين راحت الملابس اللي انا اشتريتها؟ هدول كلياتهم اشتريتهم. لك وين راحت اشيائي؟ الشعور هدول كلهم وربي انا مشتريتهم كلهم. ايش صاير انا كلياتهم اشتريتهم. كمان يا جماعه لكم هاي السكيرت اللي لابسيته انا, السكيرت هاي تبع بيتر تويز وربي اي سوير. شلون الحذاء؟ وين حذاء الرينبو وحذاء البدلات والاحذيه كلياتها؟ ليش هيك زيرو؟ Oh my god, what happened? Oh my god. كمان معاي زيرو مصاري وزيرو جواهر و I don't know what. يعني also I don't know why. بدي عيط. لك من جدكم وين ملابسي؟ وين مصاريي؟ جرب عشان اني اخذ سيلفي عشان هيك يعني تنشال هاي الخدعة تبع الزيرو مصاري. اوكي رح ناخذ هيك صورة, وبدي عيط على فكرة, بدي احط هيك ايموجيات عشان اشوف اذا رح تنقص من مصارية. يبون هيك 20 كوينز. كيف انا معي بس زيرو مصاري وربحت 20 مصاري؟ وهاي بشتري انا هاي هدول كلياتهم, بشتري كل هدول عشان اشوف اذا رح تنقص المصاري تبعي او ايش. ايش صاير؟ اوكي يلا نشتري بسم الله. او ماي جاد نزلت الصورة. بدي احذفها. لكن متابعين رح يقولوا ليش اسراء قاعدة بتبكي. اخيرا رجعت مصاري. ياس رجعت. بس ليش الباكيجز هدول ما رجعوا؟ لكو يا جماعة هدول ملابس وربي اني عندي يون. لك عندي هدول رجعوهن. لكو يا جماعة هاي السكرت اللي لبسيتها. لكو هاي السكرت اللي معي يا جماعة. هاي السكرت تبعي هاي كمان هون فيه. ما بعرف صراحة شو المشكلة بس شكله هذا بس يعني خدعة. أكيد هاي بدها تكون يعني بس خدعة. سو أوكي إحنا ما عانينا من هاي الخدعة هاي. سو أوكي هلا يا جماعة رح فجيكم شلون بدكم تدخلون الأشخاص اللي بدكم إياها. هن اللي رح تدخلونه. أول شي بتدخلون على هذا التطبيق تبعكم, وبتروحون هون على انفيت سيتيزنز. وهون طبعا اذا بدكم انكم تشيلون هذا برايفت سيرفر بتضغطون هونيك على شات ذيس بورد. سو اكيد طبعا اذا بدكم تدخلون اصدقائكم تضغطون على انفيت سيتيزنز, بعدين تضغطوا على هون تكتبون الاسم والرقم تبع الاشخاص اللي بدكم. اوكي كتبت انا مليون مليار تليار مدري كم رقم. اوكي اوكي يا جماعه هون طبعا بتكتبون الاسم هون الرقم, بتضغطون على انفيت سيتيزنز وبتكتبوا الاسم والرقم وبتدخلون الاشخاص اللي بدكم. يعني انتم بتختاروا الاشخاص اللي بدكم تلعبوا معها, بس يعني هيك بترسلون دعوه عشان انهم يلعبون معكم. طبعا هلا بدي اذا بدي اني اطلع من هذا السيرفر وبدي العب مع اشخاص بتضغطون على شات ذيس وورد, وهيك بيطلع يكون هيك من الاول بتضغطون على بلاي وخلص. عليكم وخلص يعني لما بتدخلوا هيك يعني خلص بيرجعكم على السيرفر اللي فيه اشخاص وكذا. بس طبعا يا جماعة هيك بنكون خلصنا هذا الفيديو, ولا تنسون يا جماعة انه هذا التطبيق لساته ما نزل عندكم, رح ينزل بالتحديث الجاي. اوكي سو ما علينا. لا تنسوا هذا الشغل كتير كتير. هل تسمعوني؟ هل تفهموني؟ اكتبوا تحت بالتعليقات. اوكي سو بس اتمنى عجبكم, اشتركوا بالقناة وبحبكم كتير, وكمان حطوا لايكات كتير كتير كتير. اوكي وباي. طبعا اهم شي اشتركوا عشان السحب, رح اسوي يا جماعة السحب ويكون كتير كتير قوي مرة مرة من جد. سو اوكي اشتركوا بحبكم وباي.